متابعي بنكير في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. منشرة اخبارية جديدة هنتابع فيها اخر التطورات في القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد في عالم الاسواق، والبداية بالعناوين. ديون مصر الخارجية تتراجع 700 مليون دولار في 3 اشهر، فكم بلغ حجم التراجع؟ انشاء صندوق استثماري مشترك بين مصر وقطر في النصف الثاني من 2023. ارتفاع اسعار الذهب 30 جنيه اليوم داخل الساغة. على خطى ديدي وأوبر شركة كريم ترفع أسعار رحلاتها في مصر. بانكير نبض البنوك. أعلن البنك المركزي المصري تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 155 مليار دولار بتراجع قيمته 700 مليون دولار ونسبته 0.5% مقارنة بنهاية شهر يونيو 2022. وذكر البنك أن الانخفاض يعود إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بحوالي 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بحوالي 2 ملياري دولار. وأشار التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2022-2023، وبلغت الأقساط المسددة حوالي 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة حوالي 1.6 مليار دولار. ولافت إلى أنه وفقا للمؤشرات، فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. تدرس مصر وقطر مؤخرا إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة خلال الفترة المقبلة لدعم التعاون الاستثماري في مصر. وقال مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر وقطر من المفترض أن تبدأان في الخطوات الأولى لتنفيذ صندوق استثماري مشترك خلال النصف الثاني من العام الميلادي 2023. وأضاف المصدر أنه سيتم تحديد القطاعات والمجالات التي سيتم الاستثمار فيها من قبل الصندوق المشترك بين دولتي مصر وقطر، بالإضافة إلى تحديد أهداف الصندوق. وذكر أن الهدف الأول والرئيسي وراء إنشاء صندوق استثماري بين مصر وقطر هو دعم الاقتصاد والاستثمار في مصر كخطوة داعمة للتنمية الاقتصادية والنمو. وفي وقت سابق قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن العلاقات الثنائية بين مصر وقطر تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كل الأصعدة، وتوج بذلك تبادل الزيارات بين رئيس البلدين خلال العام الماضي. شهدت أسعار الذهب ارتفاعا داخل الأسواق المصرية بزيادة بلغت 30 جنيه اليوم الخميس 9 مارس 2023، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 مستوى 1860 جنيه للجرام، بينما سجلت في تعاملات أمس 1830 جنيه للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 24 2136 جنيه للجرام، بينما سجل في تعاملات أمس 2091 جنيه للجرام الواحد، حيث بلغت الزيادة 45 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 مستوى 1860 جنيه للجرام، بينما سجل في تعاملات أمس 1830 جنيه للجرام، حيث بلغت الزيادة 30 جنيه، بلغ سعر الذهب عيار 18 مستوى 1596 جنيه للجرام، بينما سجل في تعاملات أمس 1568 جنيه للجرام، وبلغت الزيادة 28 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 14880 جنيه دون دمغة أو مصنعية في مصر، فيما سجل سعر الأوقية اليوم 1881 دولار. رفعت شركة كريم للنقل الذكي أسعار رحلاتها في مصر عقب زيادة سعر البنزين، لتسير بذلك على خطى شركتي ديدي وأوبر. وفيما يتعلق برحلات جو أوفر، بلغ الحد الأدنى للرحلة 19 جنيه وتكلفة الكيلومتر المقطوع 3.3 جنيه ودقيقة الانتظار ب 43 قرش ورسوم إلغاء الرحلة 15 جنيه والعمولة المستقطعة من السائقين 15%. وحول أسعار رحلات جو، سجل سعر الحد الأدنى للرحلة 21 جنيه والكيلو متر المقطوع 4.5 جنيه ودقيقة الانتظار 54 قرش ورسوم الإلغاء 18 جنيه والعمولة المأخوذة من السائقين 25%. وفيما يتعلق بالحجوزات اللاحقة لرحلات جو، الحد الأدنى للرحلة 50 جنيه وسجل سعر الكيلو متر المقطوع 4.5 جنيه ودقيقة الانتظار 43 قرش ورسوم إلغاء الرحلة 25 جنيه والعمولة المأخوذة من السائق 25%. وبكده تكون خلصت نشرتنا، كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.